السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. بيان جديد للعميد يحيى سريع يحمل هذه المفاجآت، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية واسعة ضد سفن في البحر الأبيض المتوسط والبحرين الأحمر والعربي، وذلك في إطار توسيع المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية المساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن هذه العمليات شملت ما يلي: استهداف سفينة لاكس بشكل مباشر في البحر الأحمر ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، استهداف سفينتي موريا وسيلادي في البحر الأحمر، استهداف سفينتي ألبا وميرسك هارتفورد الأمريكية في البحر العربي، استهداف سفينة مينيريفيا أنتونيا في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات جاءت ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني. وأضافت أن العمليات استهدفت السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن تتردد في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها بغض النظر عن وجهتها. وفي ختام بيانها حيت القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق، وأكدت استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.